طولك لا يحدد هويتك، أم لربما يحددها؟ هل يمكنك الوصول لها يا قصيرة؟ هذا مثال واحد على مشاكل الطول المؤسفة. مغفل. هذه الخصومات رائعة، سأنفق كل راتبي اليوم. يا لها من مجموعة جميلة. واو، هذا الفستان رائع. يبدو أن ذوق الفتيات متشابه. من الأفضل أن أجربه. أراك بعد دقيقة. آمل أن يناسب مقاسي. هو هذا الفاصل قصير جداً، بالكاد يغطي خصري. هذه مساوئ الطول. يا لحظك يا باتي، هذا الفستان من نصيبك. مرحى، سأعود حالاً. هو حسناً، هذا ليس جيداً، سيرى الجميع ملابسي الداخلية. هاي، يبدو أني لن أجرب الفستان. يبدو أنه ليس من نصيبنا. واو، هذا الفستان ظريف، أنا محظوظة. ستكون مباراة اليوم رهيبة، آمل أني مستعد لها. أوه، لم أرها. لا يهم، مجرد ماء. في المقابل تأثير برك الماء أشد على القصار. احترسي يا باتي، العواقب وخيمة. هولا، أنا أسقط. يبدو أن البرك أعمق بكثير بنظر القصار. كان العشاء شهياً. هل تظنين أني سأغسل الصحون؟ محاولة جيدة. وضعت المانيكير اليوم. هذه مكالمة مهمة. هل تمزح؟ أشعر بالتوعك فجأة. لحظة، أتسمعين ذلك؟ أحدهم في مشكلة. يا إلهي، لقد خدعتني. أكره غسل الصحون. لماذا المغسلة منخفضة جداً؟ الخزانة تعترض طريقي. هذا سخيف. أي، هذا مؤلم. لن تتجاوزني يا صاح. حقاً؟ حاول اعتراض هذه التسديدة. هدف. لا أحد يعترض طريقي في الملعب. خاسرة. ألو؟ يا له من مغرور. يمكنني التسديد أيضاً. وهدف. ألا يفترض بالكرة أن تسقط؟ ما مشكلتها؟ لا يمكنني الوصول إليها. أنا قريبة. أتمنى لو كنت أطول ببضع سنتيمترات. هل علقت الكرة؟ أخرجتها وعدنا للمباراة. تسديدة أخرى مثالية. سأجلس في المقعد الأمامي وأنت ستقود. إنه يوم مشمس. هذا أفضل. أظن أني سأقلدك. ماذا؟ لا تزال أشعة الشمس تصلني. سأبقي عيني مغلقتين. هذا الحزام يخنقني. هل هذه السيارة مصممة للطوال فقط؟ مستعدة؟ وصلنا أخيراً. أشعر بالجوع الشديد. الأكل آخر هم باتي. أحتاج كريماً لهذا الحرق. أوه، يبدو مؤلماً. القهوة شبه جاهزة. مرحباً، هل يمكنني؟ أهلاً، كوب قهوة من فضلك. هذه القهوة طازجة. تفضل. سأمسح الأكواب الآن. هل يمكنني الطلب الآن؟ هل أسمع صوت فأر؟ بدأت أهلوس. أوه، لم أرك هناك.
أريد قهوة أيضا من فضلك. القهوة قادمة. شكرا، هذا الكوب مناسب لك. يا لك من ظريفة، هذا يكفي. هل هذا كوب أطفال؟ أتمنى لك يوما سعيدا. يمكنك الجلوس على طاولة الأطفال. استمتعي. لماذا يظن الجميع أني طفلة؟ لماذا يضحك؟ سألعب معك يا صغيرة. هل تحبين الدمى؟ تريد الدمى اللعب معك؟ سيكون هذا الفيلم رائعا. تفضل. التذكرة. هذا فيلم للكبار يا صغيرة. لكني كبيرة. دعني أدخل. سأشتكي لمديرك. هل أنت قادمة؟ ما المشكلة؟ سئمت من معاملة الجميع إلي كطفلة. سنقوم بشيء آخر إذن. ماذا قلت وفعلت؟ أعامل كطفلة. لكن خطرت لي فكرة. يمكنك مساعدتي إن أردت. كلا. ألا تريد مشاهدة الفيلم؟ قلت لا. لا لا، هذا ظلم. ممتاز، سأتمسك بك. حسناً، أنا جاهزة. لننطلق ببطء. تذكرة واحدة. حقاً أحب أفلام الرعب. أظن أن كل شيء طبيعي. أقسم أني كبيرة. حسناً، استمتعي بالمشاهدة. نجحت الخطة. أغلقت الستارة. يمكنك الخروج. أخبرتك أنها فكرة عبقرية. لماذا أضيئت الأنوار؟ هل انتهى الفيلم؟ كم أحب الشمس، وسأحصل على سمرة رائعة. هذا يكفي، لا أريد أن تحرقني الشمس. هذا مريح. أين ذهبت الشمس؟ هاي. لم أرك قادما. آسف، هل يمكنني؟ لا بأس، لا أريد التعرض لحروق الشمس. أحتاج كمية كبيرة. ماذا؟ انتهى؟ جيد، لديها مخزون منه. سأغطي كل سنتيمتر من جلدي. العلبة الثالثة جاهزة. لن أنسى أصابعي والمرفقين أيضا. كدت أنتهي. يجب أن أحمي عضلاتي. هذا يكفي. إلى اللقاء بيتي. شكراً، سأضع المزيد الآن. ماذا؟ إنها فارغة. لا بأس، لدي المزيد. ماذا؟ كم استخدم ذلك العملاق؟ أي المشاكل تبدو مألوفة لك؟ مشاكل الطوال أم القصار؟ على أي حال، دائماً يبدو العشب أكثر خضرة على الجانب الآخر. طالما أنك طويل بما يكفي لرؤية ما وراء السور، صحيح؟ احرص على مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لرسم الابتسامة على وجوههم. ماذا تنتظر؟ اشترك في قناتنا حتى لا تفوت مستجداتنا الرهيبة.